السياسات والحسابات الأمريكية الخاطئة في المنطقة تثير غضب الأمريكيين وتجعل من الرئيس أوباما هدفا لانتقادات لاذعة من الصحافة الأمريكية. فسقوط الأخوان في مصر عرى رهانات الأمريكيين وأوضح حماقتها مقابل السياسات الروسية المبصرة لحقيقة الأوضاع حسب ما يؤكد الإعلام الغربي. I think it's important not to assume the worst, but مجددا تقع الإدارة الأمريكية عن عمد أو عن غير عمد في مصيدة القراءة الخاطئة والحسابات غير الدقيقة للواقع في العالم العربي، هذا ما تؤكده يوميا الصحافة العالمية واضعة بين كفتي الميزان الموقف الأمريكي والموقف الروسي المتوازن مما يجري في العالم العربي بشكل عام وبسوريا بشكل خاص. فحتى الأمريكيون ضاقوا ذرعا من سياسة أوباما الخاطئة وصلت حد وصفه من قبل الصحافة الأمريكية بالأحمق، فتحت عنوان بوتين على حق في سوريا وأوباما مخطئ، قالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية: ينصحنا بوتين أن نبقى خارج سوريا، ولكن أوباما يأبى إلا أن يتقدم. الحمقى يحافظون على تسرعهم، فالرئيس أوباما لم يتعلم شيئا من حماقتنا في مصر، حيث تنازلنا عن حسني مبارك لصالح جماعة الإخوان. وشبهت الصحيفة أوباما بلاعب الهوكي الممل الذي يقضي وقتا طويلا لكي ينفذ ضربته بينما يصرخ به المشجعون. فما تحتاجه أمريكا في السياسة الخارجية حسب قول الصحيفة ليس التهور بل ذكاء السياسة الروسية وتعقلها، حيث حذر بوتين مرارا واشنطن من عواقب دعم الإرهابيين في سوريا الذين لا يكتفون بقتل أعدائهم ولكن يفتحون أجسادهم ويأكلون أمعاءهم أمام الجمهور والكاميرات. انتقادات لاذعة وجهت لأوباما من الداخل الأمريكي لاعتماده على الإخوان في تحقيق المصالح الأمريكية في وقت أثبتوا عجزهم عن إدارة مدينة واحدة، فكيف دولة بحجم مصر؟ حيث أوضحت صحيفة فورين بوليسي وورد تريبيون الأمريكيتين أن الكونغرس يتهم أوباما بالفشل بسبب دعم الإخوان وتيار الإسلام السياسي، ويحمل السفيرة الأمريكية مسؤولية غضب المصريين من واشنطن وتدهور علاقاتها مع الديمقراطيين. كما طالب السناتور الجمهوري لويس جمرت الكونغرس باستجواب أوباما بسبب دعمه الإخوان المسلمين بواحد ونصف مليار دولار. هؤلاء الناس في مصر حاربوا الأديان وقاموا بتدمير الكنائس. الإدارة الأمريكية تعلم بأنه قد أمر بعدم إعطاء أموال لهم ما لم يتم تحديد حقائق معينة، ولكن ما نعرفه بأن هذه الإدارة ستعمل على تمرير 1,500,000,000 دولار للمتطرفين في مصر، ونحن نعلم بأنها ليست مساعدات إنسانية وإنما هي مساعدات عسكرية. ليتضح للعالم أجمع أن الأزمة السورية فرزت العالم إلى نقيضين: الرابح والخاسر، الأحمق والمحق.